أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مواطن بحضرموت يعثر على 28 نقشا خشبيا ويسلمها لحماية الآثار. من العربي الجديد، يمني يلتقط صورة سيلفي، هل تكون الأطول في العالم؟ ومن البيان وفي جولتنا الرياضية، القاسم المشترك الوحيد بين المنتخبات العربية خروجها من الدور الأول. أهلا بكم. مئات اليمنيين عالقون في دول عديدة ينتظرون رفع الحظر عن بلادهم ليتمكنوا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فإن سفارة اليمن بواشنطن تتهم الحوثيين في استمرار حظر دخول اليمنيين إلى أمريكا. قال الموقع إن سفارة الجمهورية اليمنية في واشنطن أكدت سعيها الحثيث من أجل رفع اسم اليمن من قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة. قالت السفارة في بيان لها على صفحتها في الفيسبوك أن أهم أسباب استمرار إدراج اليمن في قائمة حظر السفر إلى أمريكا يتمثل في استمرار الحوثيين السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك مقرات إصدار جوازات ووثائق السفر بطريقة غير قانونية. وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر مع السلطات الأمريكية، وأنها أكدت حرص الحكومة اليمنية على تلبية المعايير الخاصة بمعايير إصدار وثائق السفر وآليات تبادل المعلومات. وأعربت السفارة عن أسفها الشديد لاستمرار العمل بقرار الحظر على المواطنين اليمنيين المغتربين في أمريكا وما ترتب على ذلك من معاناة للعالقين منهم في دول أخرى والراغبين في الالتحاق بأقربائهم في الولايات المتحدة. تكشف الحرب الدائرة في اليمن وفي مدينة الحديدة خصوصا أن المجتمع الدولي وأطراف الصراع لا يقيمان وزنا لنتائج حماقاتهم على اليمنيين. فمن أجل خراب ملطة يمنية أخرى يمكن تبرير كل شيء. هذا مقتطف من مقال كتبته بشرى المقطري ونشرته صحيفة العرب الجديد، وجاء في جزء من المقال. كأي جماعة مقامرة، تدرك جماعة الحوثي أن خسارتها مدينة الحديدة وميناءها تعني في المقام الأول عزلها في مناطق شمال الشمال، بما في ذلك تجفيف مصدرها الرئيس في تمويل حروبها في جبهات القتال المختلفة. ولذلك ستخوض معركة الحديدة باعتبارها معركة مصيرية ستحدد وفق نتائجها ليس تموضعها في ظل الحرب فقط، وإنما مصيرها السياسي في المستقبل. في حين تخوض العربية السعودية قائدة التحالف العربي والإمارات الدولة الثانية في التحالف معركة الحديدة لانتزاع نصر مريح، حتى لو كان ذلك مكلفا على اليمنيين، فالدول الكبرى لا ترى في معركة الحديدة سوى أنها فرصة لانتزاع أموال إضافية من خزائن دول التحالف العربي. مهدت الإمارات لمعركة الحديدة بمحاولة إيجاد إجماع يمني داخلي يتجاوز مشاعر اليمنيين السلبية حيال أجنداتها في جنوب اليمن، إذ أدركت الإمارات حاجتها لمظلة شرعية تخفي تحتها غاياتها الحقيقية من معركة الحديدة، ومرغمة وجدت في شرعية حليفها اللدود الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الغطاء الضروري لشرعنة معركتها في الحديدة. وفي هذا السياق رتبت زيارته إلى أبوظبي ونجحت بانتزاع موافقته لبدء المعركة بهدف تجفيف أي معارضة من حلفاء الشرعية المحليين المناوئين للإمارات في اليمن. وترتب على ذلك السماح للرئيس هادي بالعودة إلى مدينة عدن بعد أكثر من عام ونصف العام من الإقامة الجبرية في الرياض. وعلى الرغم من أن قرار معركة الحديدة قد اتخذته سابقاً الإمارات والسعودية وافق هادي أو رفض، فإن إدراك الأخير وحلفائه في الشرعية بأن نتائج معركة الحديدة لن تكون أبداً في صالحهم وإنما ستغير شكل السلطة اليمنية في المستقبل القريب ألقى بظلاله على سير المعركة. حملت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام قائد القوات الإماراتية في عدن ووزير الداخلية الميسري مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له المؤسسة في الواحد من مارس الماضي في المدينة الخضراء بالعاصمة المؤقتة عدن وعنوان موقع الحرف 28.
مؤسسة الشموع تحمل قائد القوات الإماراتية والميسري مسؤولية اقتحام مقرها ونهب مطابعها. اتهمت مؤسسة الشموع في بيان قوات تابعة للتحالف العربي بعدن بتنفيذ الهجوم على مقر المؤسسة ومطابع صحيفة أخبار اليوم، مطالبة بتقديم مرتكبي الحادث الإجرامي إلى القضاء. وأكدت مؤسسة الشموع أنها تتجه في حال استمرت المماطلة في عدم القبض على مرتكبي تلك الجريمة للقضاء وسرعة تعويض المؤسسة التعويض العادل عن الأضرار والخسائر، فإنها ستتجه وبالتنسيق مع منظمات دولية لرفع قضايا في المحاكم الدولية. والدعوة وفقا للبيان ستكون ضد الحكومة اليمنية وقوات التحالف بقيادة الإمارات في عدن، كما أدانت استمرار تجاهل الحكومة وتعاملها السلبي في قضية الاعتداء غير المسبوق بحق مؤسسة إعلامية وطنية استنكرها العالم وتجاهلتها حكومة بن دغر، ويمثل هذا التجاهل جريمة في حد ذاته. تتزايد معاناة المرضى اليمنيين الراغبين في العلاج بمشافي الهند، وتلقت عدن تايم اتصالات من أرباب أسر في عدن ومحافظات مجاورة ومنها الضالع ولحج وأبين عن تعثرهم وتخوفهم من الذهاب إلى صنعاء لمعاملة منح التأشيرة في القنصلية الهندية تحسبا لأي طارئ بسبب الوضع الحالي هناك. وعنون الموقع: مرضى يطالبون بعودة القنصلية الهندية إلى عدن لمنحهم تأشيرات السفر. واستغرب مرافقو مرضى من بقاء عمل القنصلية الهندية في صنعاء في الوقت الذي مطارها مغلق ولا جدوى من بقائها، وناشدوا الخارجية اليمنية بالضغط على الجانب الهندي في عودة عمل القنصلية من عدن أو إرسال مندوبين عنها لمنح التأشيرة بدلا من الذهاب إلى صنعاء وترك المراجعين عرضة لأي خطر أو لابتزاز السماسرة في بعض المكاتب. يذكر أن القنصلية الهندية كانت ترسل مندوبين إلى عدن كل أسبوعين ويقيمون في مدرسة غاندي بكريتر أياما محدودة لإنجاز معاملات كل الراغبين في السفر برسوم رسمية معروفة. عن الكساد الفكري عربيا، تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: يبدو أن الاتجاهات الرئيسية للفكر العربي سواء القومية أو الإسلامية أو العلمانية قد وصلت إلى مرحلة انتهاء الصلاحية، ذلك أنها فشلت فشلا ذريعا في تقديم إجابات مقنعة وملهمة على أسئلة ملحة كثيرة واجهت المجتمعات العربية في عصر ما بعد الانتفاضات والثورات. كان من المفترض أن يجدد الربيع العربي الأطروحات الفكرية الكلاسيكية، وإنما أيضاً بضخ أفكار جديدة يمكنها أن تسير حركة التغيير التي اجتاحت المنطقة طوال السنوات الثلاث الماضية. وقد كان الرهان بعد الربيع العربي أن تصبح الفكرة الديمقراطية قيمياً وفلسفياً وليس فقط إجرائياً بمثابة البديل الفكري والتعويض السياسي للشعوب العربية عن تعثر الفكرتين القومية والإسلامية، وأن ينشأ تيار ديمقراطي عربي يحتل المساحات الفكرية والسياسية الشاغرة ويملأ حالة الفراغ الإيديولوجي التي أصابت العقل العربي بفعل سياقات التسلط والاستبداد. بكلمات أخرى، كان من المفترض أن تؤدي حالة السيولة السياسية التي أطلقتها الثورات العربية إلى ربيع أفكار يعيد تأسيس مفاهيم ومشاريع السياسة في العالم العربي، بيد أن ما حدث هو أنها أحيت وشجعت قيام ثورة مضادة سياسياً ورجعية فكرياً وإيديولوجياً حاولت ولا تزال بكل السبل إجهاض ما تبقى من آمال وطموحات للتغيير. ومع انسداد أفق التفكير وجمود النخب العربية المثقفة وانتكاسها، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر سيولة وأشد عنفاً وأقل أمناً واستقراراً، وستظل الحال هكذا ما دامت السياسة عندنا تصارع الفكر والقوة تسحق العقل. وبينما كانت الحرب تدور، استغل البعض تلك اللحظات لإيصال خطوط الكهرباء بصورة عشوائية إلى منازلهم، وما تزال تلك الظاهرة تمثل مشكلة للسلطات المحلية في عدد من المدن. ووفقا لصحيفة الأيام، بدء حملة لقطع الربط العشوائي للكهرباء
بحماية أمنية. قالت الصحيفة إن قوة أمنية تابعة لقوات الأمن الخاصة بعدن تولت مهام حماية وتأمين حملة قطع الربط العشوائي بقطاع الكهرباء التي تم تدشينها بجهود مشتركة لقيادة السلطة المحلية والمؤسسة العامة للكهرباء في عدن. تفيد الأيام تأتي مشاركة القوة الأمنية في حملة قطع الربط العشوائي بالكهرباء للتقليل من حجم الفاقد في الطاقة الكهربائية نتيجة الربط العشوائي في إطار مشاركة القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحملات الوطنية ضد المخالفات الخارجية عن النظام والقانون. إلى محافظة حضرموت، ونطالع من هناك خبرا نشره موقع حضارم نت، وجاء بعنوان: هيئة الآثار والمتاحف بحضرموت تعلن اكتشاف 28 نقشا خشبيا بخط الزبورية. قالت التفاصيل إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت كشفت عن استلامها لمجموعة أثرية مهمة عثر عليها مواطن بالصدفة في هضبة دوعا، وقام بتسليمها لفرع الهيئة بالمكلا التي قامت بمكافأته بمبلغ مالي نظير فعله الشريف. وقال مدير دائرة الأثار بالفرع رياض باكر موم إن المجموعة الأثرية هي عبارة عن 28 نقشا خشبيا فيما يعرف بالنقوش الزبورية المكتوبة بالخط الشعبي التي كانت توثق المعاملات التجارية اليومية، وهي نموذج نادر جدا في جنوب الجزيرة العربية. يضيف أن العثور على هذا العدد في مجموعة واحدة وبمكان واحد يعد اكتشافا أثريا مهما جدا، ومن أهم الاكتشافات الأثرية في عموم اليمن خلال الفترة الحالية، ويعد الأول من نوعه في حضرموت. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. انتهز محرم المحمودي فرصة كما تصف صحيفة العرب الجديد، وذلك لالتقاط صورة سيلفي لحظة اصطفاف عشرات الريفيين في وادي المدام في جبل صبر بمحافظة تعز. قال المحمودي للعرب الجديد: كنا ذاهبين لحضور عرس أحد الأصدقاء في الوادي، وبمحض الصدفة خطرت فكرة التقاط صورة لهذا الصف الطويل من المحتفلين. وأضاف: أقنعت الجميع أن اللقطة لن تتكرر، وأن اللحظة والمكان والحشد لن تتوافق بهذه الطريقة، وما كان من الشباب إلا أن برزت ابتساماتهم اللطيفة، فقمت باستغلال اللحظة. كما أوضح المحمودي أنه منذ فترة وهو يقوم بتوثيق معالم ومناظر طبيعية وعادات من جبل صبر والتعريف بها، وهذا السيلفي كان في عرس أحد شباب قرية وادي المدار بمديرية مشرعة وحدنان بجبل صبر. الصورة التي نشرها المحمودي لاقت تفاعلا على حسابات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها أطول سيلفي في العالم، مطالبين بضمها ضمن الأرقام القياسية في موسوعة غينيس. منذ بداية العام الماضي أصبح مصطلح صفقة القرن الذي يرمز لعملية تسوية يتم بموجبها سحب البساط الفلسطيني من بين يد العرب وتكريس القدس الشرقية والغربية عاصمة سياسية وثقافية لدولة يهودية. أصبح ذلك المصطلح شائعا في وسائل الإعلام وعند المتابعين للقضية الفلسطينية. هكذا بدأ مدى الفاتح مقاله المنشور في القدس العربي. هناك انحياز لا يمكن إنكاره لدى بعض الشرائح الشعبية لصالح التطبيع. هذا الانحياز يتزامن مع انحياز معلن آخر من جانب القوة الأكبر في العالم الولايات المتحدة الأمريكية لصالح المشروع الصهيوني. سوف ينتج عن هذا الانحياز الأخير توسع في منح صكوك الغفران للكيان، رغم ما يقترفه من جرائم والدعوة لما يشبه منحه حصانة تنجيه وتفلته من أي عقاب أو مساءلة
اعتبارا لظروفه الخاصة وواقعه الجيوبوليتيكي الذي وضع نفسه فيه. صحيح أن الولايات المتحدة كانت على الدوام الداعم الرئيس لهذا الكيان، إلا أن العلاقة بين الطرفين دخلت منذ تولي الرئيس ترامب أطوارا غير مسبوقة أو متوقعة. كان من أهم المفاجآت على سبيل المثال التجرؤ على الاعتراف بالقدس عاصمة يهودية صهيونية ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما كان من بينها الانسحاب الغريب وغير المسبوق من المجلس الأممي لحقوق الإنسان ومن دعم منظمة اليونسكو ووكالة الأونروا الداعمة للاجئين الفلسطينيين بحجة تحيز كل هذه المؤسسات ضد الحليف الإسرائيلي وإمعانا في زيادة الضغوط على الجانب الفلسطيني. التفكير بصفقة تسوية كبرى يذكر بالمشروع الذي أطلقه جورج بوش الابن بعد أشهر قليلة من غزوه للعراق، وهو ذلك الذي سماه بالشرق الأوسط الكبير، المشروع الذي تلا بدوره المشروع الآخر للشرق الأوسط الجديد، ذلك المشروع الذي راج في نهاية التسعينيات قبل أن يفشل تحت ضغط المقاومين. وجه الشبه بين كل هذه المشاريع هو إيجاد منطقة مشرقية جديدة لا تشمل فقط الدول العربية وإلا لسمي الشرق العربي، وإنما تشمل الكيان الصهيوني أيضا الذي سيتحول بالتدريج لدولة معتبرة ومعترف بها. تباينت ردود الفعل لدى الشارع الرياضي العربي بعد أن ودعت المنتخبات العربية مونديال روسيا 2018 من الدور الأول، إذ رأى البعض بحسب صحيفة البيان أن ما حدث أمر طبيعي في ظل المستوى الفني الضعيف والفوارق البدنية ما بين المنتخبات العربية والأخرى التي تتفوق في العديد من الجوانب. تضيف الصحيفة: يبقى القاسم المشترك الوحيد بين المنتخبات العربية هو الخروج من الدور الأول، لذلك على كل اتحاد عربي شارك في المونديال أن يراجع حساباته وسياساته ويعرف السبب الرئيسي للخروج المبكر، ومن ثم العمل على تلافي هذه الأخطاء مستقبلاً والعمل على الظهور بقوة خلال المشاركات الخارجية. الإعلامي الكويتي أحمد الشمري شن هجوماً على المنتخبات العربية وشدد على أن طموح اللاعب العربي يعتبر قصير المدى، أغلب المنتخبات تعتبر الوصول لكأس العالم هو أعلى طموح، رغم أن هناك منتخبات أوروبية تصل لأدوار متقدمة وهي فقيرة ماديا وفنيا. وأضاف: أهم أسباب الخروج هو ضعف المسابقات المحلية وعدم تطبيق الاحتراف فيها. رياضيا أيضا، وبعد مطالبات بإقالته، الاتحاد المصري يرضخ أخيرا ويقرر كما جاء بموقع شبكة البي بي سي رحيل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد خروج الفريق المصري من دور المجموعات في كأس العالم بروسيا صفر اليدين ودون نقاط بعد تلقيه 3 هزائم. ودخل كوبر 62 عاما في مفاوضات حول عقده مع الاتحاد المصري قبل كأس العالم، وكان من المقرر أن ينتهي العقد رسميا عقب مشاركة مصر في البطولة. وأكد كوبر عقب الخسارة من السعودية أنه سينظر فيما سيحدث قبيل الاجتماع مع الاتحاد المصري، لكن الاتحاد المصري أعلن إقالة المدرب فور وصول بعثة الفريق من روسيا، وقرر في اجتماعه توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للفريق بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم. وتأثر الفريق المصري بشدة كما يقول الموقع بغياب نجمه محمد صلاح والذي أصيب في كتفه في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، واستمر الغياب حتى المباراة الأولى أمام الأورغواي. الاتحاد المصري لكرة القدم نفى وجود أي مشاكل مع نجم الفريق محمد صلاح، وذلك بعد تقارير أشارت إلى اعتزامه اعتزال اللعب دوليا وعدم الانضمام إلى الفريق الوطني المصري مرة أخرى. بعد دخولها نهائيات كأس العالم لكرة القدم من الباب العريض من خلال تطبيقها للمرة الأولى في التاريخ، باتت تقنية حكم الفيديو المساعد الفار محط انتقادات كبيرة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة البرتغال مع إيران وإسبانيا
مع المغرب. التقنية كان من المفترض أن توفر حدا أدنى من التدخل بدلا من أن تكون ذات تأثير كبير ومثير للجدل إلى درجة كبيرة أيضا. كانت المباراتان الأخيرتان في المجموعة الثانية تتجهان نحو الوقت بدل الضائع، حيث كانت البرتغال قد في صدارة مجموعتها بتقدمها على إيران ب1-0 وإسبانيا على في المركز الثاني بتخلفها 1-2 أمام المغرب، لكن نتيجة المباراتين تغيرتا بعدما قرر الحكمان الرئيسيان اللجوء إلى تقنيات الفيديو. وفضلا عن دقة هذه القرارات المختلفة وتأثيرها على عدد ركلات الجزاء التي احتسبت حتى الآن وبلغ عددها 20 في أكثر نسخة شهدت ركلات جزاء في تاريخ كأس العالم، أسهم ذلك في تسليط الضوء على بعض عيوب هذه التقنية التي كان الاتحاد الدولي الفيفا قد أكد قبل انطلاق المونديال أن معادلاتها هي الحد الأدنى من التدخل لتحقيق أقصى فائدة. من صحيفة الكارديان البريطانية اخترنا لكم مجموعة مميزة من الصور الفائضة بالكثير من المشاعر المتناقضة من حزن وفرح ومواقف يومية، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.